يتميز عمل الاختصاصي بخصائص ومميزات فردية. العام بعيني الاختصاصي الاجتماعي، ويسرني كنقيب معلمي بنغازي أن أتقدم بأطيب الأمنيات والتبريكات والتهاني لكل اختصاصي مخلص غيور على عمله ويراعي الله بما يقوم به وقادر على احتواء الله ومشاكلهم ويعمل بكل تضحية من أجل خلق جيل أفضل للمجتمع ولبناء الوطن. تسجيلهم العلمي في جماعات وتعويدهم إن تراوب أكبر ويقوم بتعديل السلوك والقيم حفظ الله. الاختصاصيون الاجتماعيون احببنا هذه الذكرى ونحتفل بها بطرق شتى في جميع انحاء ليبيا. نؤكد نحن اختصاصيون اجتماعيون من خلال هذا المحفل على دورنا المهم جدا والمنوط بنا في تفعيل عملنا بشكل صحيح في الحد والوقايه من الظواهر الهدامه ومن الانحرافات السلوكيه ومن الامور التي اصبحت تطرأ لنا على سطح المجتمع التعليمي والمحلي على حد سواء. للأسف نحن الآن في ظاهرة سيئة جدا ألا وهي الإنترنت بدون أي رقابة أبوية المتفشية جدا في مجتمعنا. يعني من نجد هذا الجيل منذ الصغر منذ الطفولة المتوسطة اللي هي من 6 إلى 12 سنة يمتهن هذا الإنترنت، فما بالك الأكبر سنا المراهقين، وهذه كان لها آثار سلبية جدا على الكثير من أبنائنا، وايضا اخذت منحى كبير جدا في سلوكيات ابنائنا. نحتفي بالاختصاص الاجتماعي في اليوم الوطني للاختصاص الاجتماعي الذي تم استحداثه من داخل مدينه بنغازي من مؤسسين الخدمه الاجتماعيه بمدينه بنغازي. نحتفل ونحتفل بالاختصاص الاجتماعي لأهمية الدولة داخل المؤسسات التعليمية والدولة المهم بالنسبة للطلبة في احتواء الطلبة داخل المؤسسات التعليمية. دور الأخصائي الاجتماعي بحث المشكلات الاجتماعية والتعامل مع الطلبة والحالات الخاصة والحالات المدرسية الصعبة، ويقوم الأخصائي الاجتماعي بمساعدة الطلبة ذوي الظروف الاجتماعية ومساعدتهم وتأهيتهم في هذا المجتمع داخل المجتمع المدرسي. هو العمود الفقري داخل المدرسة، بدون الأخصائي الاجتماعي ليس في مؤسسات تعليمية. بالشكر والتقدير لكل المؤسسات التعليمية التي تعاونت مع منسق الخدمة الاجتماعية.